حمر فيس محسوب من حط اسوان والواد فلم تقيش بني فوج من هنا من الوقت فنا العذاب عاد عرفت ردارنا السلام عليكم متابعي جريدة أشواق إلكترونية وأشواق تيفي، مرحبا بكم. اليوم في منزل الفنان الشاب مدينة سلا فن الراقب سي محمد منير، مرحبا بك. مرحبا بكم جميعا. نعم أشواق، كيفاش جا يعني وطلق لك اسم أو لقب ديال القناوي؟ القناوي تلقاش بلي شحال هذه، فاش كنقرا الاستشفاء في الاعدادي كنخش بلي بتقناوي تنغني تقناوي جوكا، مشات عليا القناوي خليت داك السميه هذه، خليت على اساس حيت ملي غنيت ما عرفتش هادشي غادي يوصل زعما للناس كاملين وداك الشيء، قلت على الاقل داك الناس يقراو معايا يعرفوني بعدا انا وليت نغني، مشينا صافي مشات داك السميه. نعم فوقاش بديتي يعني مسيره الغناء بما يخص الراب يعني في فن الراب؟ الغناء ولا فوقاش تبليش؟ فوقاش تبليتي وبالكتابه. 2001 بديت كنكتب، جات 2011 اول ديسك عندي هو مخرج الهجره. نعم من غير الفن يعني كنت كتزاول بزاف ديال المهن في الجيش صافي طرجه خدمت خدمات عاديه تاع مراحوش مره السامره خدمه ديال الناس كاملين. شنو ظهر لك في الشباب ديال اليوم اللي كيمشيو لهذا الفن ديال الراب؟ يعني شنو كنت تقول لهم يعني؟ واخا المصاعب باقي ما حاش راسي وصلت لك نبدا نصح بهذا يعني كي كتشوف ستيل يعني ديال الشباب هادو يعني واش من ناحيه الكلمات من ناحيه الاداء من ناحيه الكلمات بقى شي واحد يصنت الكلمات دابا ولا في شي تتعلم الزيت و الفلو ديال بهم كيداير يعني تقدر تبدا بالديز ديال شي واحد ما تفهموش واش يقول فهمتي دابا الديكور ديالك كنحس براسي بحال شرفت بحال باقي ديال خصني نقول الكلمات ما كنبقاش نسمع شي واحد فهمتيني كيسمع تكون الناس اللي اجي قدام مزيان فارق عارف الدراري عاوتاني ماشي غير اجي ولا ماشي اجي المهم عندهم جمهور ديالهم ما بغاش نحكم عليهم شي حاجه اخرى فهمتي قال لي عندهم جمهور اكثر منك انت انا فاهم ما عنديش حق تحكم عليهم ولا تنصح ولا شي حاجه. شنو الراب المحبوب في مدينه سلا وايضا يعني خارج مدينه سلا كلشي كيتبع يعني الاغاني ديالك تبارك الله اللي مشات العالميه و بغيت نسولك على جوج ديال الاشخاص يعني جوج من الفنان الاول مسلم كيفاش كيجيك؟ مسلم تيبقى واحد الاسم تسميتو الي بوب فهمتيني تاسبيري من الدموع الوالد ديسك الوالد الوالد ما فين عرفنا الراب كدا. وبالنسبة للبلاد راه الاخر اللي بغيت نقول هو انا راه الفلوس هذيك يعني كاع الناس اللي انتقدوا ولا كدا هذا ماشي زعما انا مصيبه بيني وبين والو مثلا عارفه والله يعاون والله يعاون مثلا ماشي تقول مثلا الحسن الكابا ولا شي دبا كله كيضرب على راسه يعني هو بنادم راه الفلوس هذيك اخي هذوك الناس تقول كدا وكدا 40 مليون شي 40 مليون تصوير يعني كما يعني الا ما بغاش هو راه الناس ما يمشيش هو راه الشعب واخا الشعب مشى الموازين عندك الناس اللي يقولوا مقاطع مشاو الموازين من بعد انت فنان 40 مليون فهمتي راه الفلوس هذيك اخي راه والله احسن العوام ما عرفتش شنو تحت راسو شنو طريقه الانسان في واش عنده ولا ما عندوش مو 40 مليون راه كاع اللي كيقولوا راه زعما ما تعطاتش بدك الفلوس غادي يديروا تاهما ما تعطيش اقل تاهم 1000 درهم راه يقدروا يبيعوا تاهما بنت ستاتي اخي ضربت داك الديسك اخي فرقعات آه انا عجبني الحال ولا ما عجبنيش الحال داك قوت الناس اللي سبوها اكثر الروابط سبب بنادم بواحد الطريقه ديال الحقد وديال ديال فهمتي ما بقى فيه الحال بنادم يعني شحال هو تيضرب وجات وحده ضربت ديسك وضربت المليون وفي ستريت ارت ضربت المليون فهمتيني وداك السب اللي تيسب ما عرفها ما هو تيسب واحد السب ديال الغدا ديال بان حقد عليها شنو قلت له الله يسهل عليها دار شي حاجه ديرتها انت يا سي حاجه راه الجمهور تيحكم الجو شي لا راه اللي فيك تحكم راه كتشوف صافي راه عجبات الناس اخي صبر ما يبقى بلا ما يزيد يهضر ولا كذا واحد تقول لك راه علاش كدا موسخه هذا الموسخه يبقى لك شي الحياه ديال الشخصيه ما الفر راه دار شي حاجه. الشعور ديالك يعني في ميراج ديال الموازين طلع البيك تيغني سيغ سان الجمهور والجمهور بدا تينادي الاسم ديالك شنو الشعور ديالك؟ هذيك اصلا كنت انا في الحدود في الصحراء ديك الساعات كاش ميدي او كنشوف ديك اللقطه هذيك يعني انت كنت راسك عسكري في الصحراء يعني في الحد ديال التوج المغرب يعني دا خارج دا كنت سميتك مكتوبه في التلفازه شي حاجه زوينه 2013 هذيك الشعور ديالك كان يعني شنو اصلا ما كنتش عارف غادي توصل داك النيفو لذاك الدرجه بان تلقى سميتك مهزوزه في التلفازه وكذا الفيديو راه شديتو عندي راه عندي في انستغرام. نعم الى خيرتك ما بين جوج فنانين كيف كدير معاهم الديو مسلم او لبيك؟ مسلم او لبيك؟
هما بجوج واحد كيجي اسمع الناس واحد كيجي من فيارس واحد كيجي في مزيكا دونك الكلمات انا تعرفكش بالكلمات يعني اختار البيت على حسب الموسيقى اللي عندك. واش كتشوف يعني سيمو القناوي وصل شويه النجوميه كما نقول حنا عبر بوابه اليوتيوب عبر يعني الاعلام من ناحيه الجمهور؟ كاين الجمهور كاين الناس كيتلاقاو معاه كاين عروه ديال الفنان ما كايناش لان الفنان كتشوف هنا كتشوف الفنان مثلا في امريكا ولا شي حاجه كتشوف الفنان راه فنان ديالو بصح قليل فين تشوفه. انت اللي كتلاقى معايا وكذا ما حاش في راسك الفنان ولا شي حاجه تحاول تدير شي حاجه وغادي وصافي ما عندك غادي ديال الفنان ما حاش بها كاع ما كايناش لان الفنان على الاقل وبلا ما نهضر انا راه شفنا حنا فنانه كاع قدر قلت لك فنانه قدام بدا عاد عاد عرفت واش داير لنا قبل ما ندخلوا الفن كيبان لنا الفن راه ما كيحسب راسكم وراه والو راه انت الناس شحال هذه كاع باش كنا كنشوفهم في التلفازه ودارت الوقت دابا وتلاقينا معاهم قلت لهم الله يحسن العوام باقي اللي كاري باقي اللي ما عندوش الضحك هادو ممثلين كنا كنشوفهم نجوم فهمتيني يعني الفن في المغرب ما يبقاش يشوف فن بقى يبان له الكليب في الحديد وبدا يحسبوا راه هذاك خونا راه مسكين تلقى حتى هو دار واحد بوفري ماشي شي كاين اللي كيتسمك البركه ديال اليوتيوب كاين كاع عاد داكشي لاسين شنو كاين كتسمع على مشى لاسين 2000 درهم 3000 درهم باش يطلع بنادم يعني ما كاينش القضيه ديال الفنان ما كايناش هي كاين النجوم مع الجمهور دابا بالنسبه لي انا ما بحالش بها. نعم شنو هو الطموح ديالك؟ الطموح ديالي اخي شنو نقول لك بغيت نقول لك بغيت نوصل شي حاجه في الراب ما كنتش وراك واخا نوصل فين ما وصلتش ما درت حاجه الطموح ديالي انا هو انني نمشي انا دابا درت كاشين عند الغربه يعني هذه ماشي بلادي انا ماشي لي انا باه ماشي من ماشي مع هاد القوم لي معايا لا هاد الحكومة لا ماشي معايا أنا خصني نمشي ليها كل الناس اللي غيعرفوا ليا ماشي تعرفوا ليا لا هاد السنة لا أسك إنسان تعيش إنسان بنادم كيساعدوا الشباب في محيط كيساعدوا الشباب باش كيساعدوا بنادم كيما كنوعوا فهمتيني هادوك الناس عندهم حقوق قبل دابا راك عايشة كتشوف راه بحال شي اتفاق هادو كتغرق دابا راه صافي قريبة قريبة علمة الساعة المغرب راه قريبة. نعم كلمة لي فان ديالك تنشكرهم على هاد المنبر هذا تنقول لهم ربنا بيكم القناوي ما كاينش تحية لكم كاملين والعز بكم خصوصا على هادشي اللي داشو معايا لان اول جهه دوك زورني في الدار تبارك الله عليكم اخوتي الله يكمل لكم ان شاء الله بخير. الدور ربعي تامي انت كتمسك وانا كنغني قد الامل في بلادي يا جوي يدينا طال الطول عليكم وي انا يا اللي صوت على الموي صوت وصونيت الو عمي واش كاين هدى ولا تبعت هدى ولا كيف العاده نعاودها لامي صافي لبان صافي سوسو لبان سلم لي على حق عيط لي لبان مسافه قريبه على رجلك اليابان احسن ما تاكل العصا حدا البرلمان تقرايا ما بقاش فيها الامان واش هي بقات في استعمال الزمان راه هي بقات في استعمال العقول يولي المعقول نولو يابان ما معنى بمعنى طال صبرنا جعنا واش ما كاينه معنى كيبان لي ضعنا شكون اللي دافع عنا وشكون اللي دافع عنا وشكون دافعوا فينا اصلا شكون حنا ما جرينا ما بعنا لا قرايه لا سلعه لا سميه لا سرعه لا عبطه لا طلعه لا اجرام غش العمى قالنا كنا في عمى مجوج وربع غير حبس سدنا صح الشرف يتصور في ديالنا ودي جي جي مغربي مغربي كنحل المغربي كنحس براسي في لابيريت مغربي مغربي كنلقى صوابي كنوعى براسي محسوب لي زابريت.